الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. احنا بنكمل شرحنا لرسالة بولس الرسول الأولى التي إلى تلميذه تيموثاوس الأسقف. وصلنا لصاح السادس وآخر صاح في الرسالة الأولى. الصاح الخامس كان بيتكلم على حاجات مهمة جدا. بيتكلم على توجيه القديس تيموثاوس وازاي يتعامل مع الشيوخ والاحداث والعجائز والامهات بكل طهارة. اتكلم على الارامل واخد جزء كبير من الاصحاح في اكرام الارامل. انا بعيد الكلام ده عشان تحفظه، يبقى حد لما يبقى حضراتكم خدام او مثلا حد يسألكم سؤال في المواضيع دي يبقى انتوا فاكرين تقريبا الارامل ممكن اطلعها منين، الاهتمام بالكهنة ممكن اطلعها منين يعني. فاتكلم بعد توجيهه للقديس المساوس على كل عامة الشعب، شيخ، أحداث، عجائز، أمهات، تكلم على إكرام الأرامل وأخذ جزء كبير من الإصحاح الخامس في إكرام الأرامل. إكرام الأرامل هذا موضوع مهم. أتكلم على اهتمام بالكهنة، إزاي يهتم الأسقف بالكهنة ورتبة الكهنوت. رتبة الكهنوت هنا كان بيتكلم على الشمس، لكن كمان بيتكلم على الشيوخ. وقلنا الشيوخ ليه اتغيرت؟ لأن الشيوخ الإخوة البروتستانت تغيروها للشيوخ، لكن المفروض كهنة. اتكلم ازاي يوبخ الناس، لما في حد متعب ازاي يوبخه بطريقه ظريفه. اتكلم على ما يستعجلش في صيامات الكهنه، لازم يكون يعني عنده صبر، لازم يتاكد. اتكلم على صحه تيموثاوس، ازاي يعالج بطنه وصحته. يعني يبدو كان تيموثاوس عنده مشكله في الكبد، فشوفوا قد ايه برضو البطرك زي واحد زي بول زي بطرك كان بطرك، ازاي بيهتم بولاده في صحتهم، يسأل على صحتهم. اتكلم على الخطايا الواضحة في الكنيسة والخطفية، يعني واحد مثلا متعب في الكنيسة، واحد مثلا بيعمل مشاكل، واحد مثلا معروف عنه ان هو تحت لسه الخطية، ازاي يتعامل معاه وازاي المفروض ما يقبلوش الا لما يتوب. ساعات الناس في الحتة دي بتخلط من بين حاجتين، الخاطي المصر على خطيته والخاطي اللي حاسس انه خاطي فيتوب. الكنيسه لا تقبل خاطي مصر على خطيته. واحد يقول لك يا ابونا مسيح مشي مع الزانية، يقول لك حبيبي بعد ما تابت المسيح بعد ما تابت، ازاي ابونا ما بلوش فلان في الكنيسه؟ حبيبي هو مصر على الخطيه. ففي فرق ما بين ده وفي فرق من ده. تيموثاوس الاولى لصاح السادس اول حاجه بيتكلم على العلاقه الاجتماعيه. بيتكلم على العبيد. كان زمان في موضوع العبيد ده خصوصا في الأمم، يبقى في سيد وفي عبد. العبد ده اللي هو بيتباع وبيشتري بيشترى، يبقى تحت عبيد، تحت النير العبد. طبعا ده كان موجود برضو في العهد القديم في اليهود، بس في الأمم كان أكتر. فبيقول له إيه؟ جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. القديس بولس الرسول اهتم بالعبيد اللي قبلوا الإيمان المسيح، يعني واحد عبده دخل في الإيمان المهم. ده كمان كتب رسالة فيليمون، ده كان عبد فيليمون، ده كان عبد على فكرة رسالة لفيليمون. فكتب الناس كتب عنهم إزاي يتعامل مع العبيد، أو العبيد يعملوا إيه، أو توعظ العبيد بإيه، العبيد اللي هم دخلوا الإيمان. قال له إيه؟ جميع الذين هم عبيد تحت نير، هم تحت نير، تحت نير الإيه؟ العبودية. ولكن بحبهم وإيمانهم في المسيح أولا وفي سيادتهم ثانيا هيحس إنهم مش عبيد، لأن الواحد لما بيقدم حب بيقابل حب. لكن أنت هتحس إنك أنت عبد وإنك أنت ده سيد وتتعامله معاملة صعبة. العبيد يعامل سيده معاملة صعبة، فسيده هي إيه؟ هيكرهه أكتر ويحطه تحت رجليه أكتر. فجميل جدا هنا بولس الرسول يعلمنا حاجة، يقول لنا ما فيش هنا عبودية خلاص. يقول لك ماشي، ممكن تاخد الآية دي على إيه؟ صاحب شغل، صاحب شغل أنت شغال عنده، تعامله إزاي؟ عامله بحب، عامله بأمانة، عامله بإكرام، هتلاقيه اتكسف منك ويقدم لك إيه؟ حب. فدي ممكن تعلمنا حاجات كتيرة في الأعمال في الشغل. جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام. شوف يعني ما يتعاملش كايه انا عبد
وده سيد ويحقد عليه هيقابل شده من سيده. لكن لما تتعامل مع الاكبر منك كده، مش هنقول السياديين او السياده، لكن ما فيش عبيد دلوقتي، لكن نقدر نقول ايه اللي هم اعلى منك في الرتبه حتى في الكنيسه، ما تعاملهمش كايه في نظره كده، تبص اي واحد كده عامل كده، تبص كده اللي شغال عنده كده بطريقه كده فيها لك يا ابونا بتبص لي كده بطريقه صعبه، بدي عايز نعامله معامله كويسه. لا، الكنيسه علمتنا نعامل كل الناس حلو، فيقولهم مستحقين كل اكرام، كل اكرام الا يفتري على اسم الله وتعليمه. يفتري اسم الله وتعليمه ايه؟ اه ما ده مسيحي، الانسان المسيحي ماما يا حبيبي، فيفترى عليه، ها يفترى على اسم المسيح، ها لما الناس تشوف اعمالنا صالحه فيما يجدوا اباكم الذي ايه في السماوات. ما ده عبد، اه بس عبد دخل ايه؟ عبد دخل الكنيسه، دخل في حضن المسيح. بعد كده بدا يتكلم، بعد العبيد بدا يتكلم على ايه، يقول له علم، مش كده برضه؟ جميع الذين عبيدا فلاحظوا مستحقين كل اكرام لا يفتر على اسم الله وتعليمه، والذين لهم ساده مؤمنين لا يستهين بهم لانهم اخوه بل يخدمهم اكثر، لان الذين يشاركون في الفايده هم مؤمنون ومحسوبون علم وعز بهزم. يعني ايه؟ نفس كما قلنا، خلي بالك اللي هم ساده مؤمنون لا يستهين بهم لانهم اخوه. الكنيسه او المسيحيه بغض النظر عن عبيد والسيد، بينا كلنا ايه؟ زي بعض في الايمان بالمسيح بالمعموديه. دي برضو درس للساده، درس برضو للناس اللي هم كبار، اللي هم معلش هو صغير هو شغال عندك، لكن هو في الاخر اخوك، هو في الاخر اخوك. ليه انت بتتعامل مع المعامله دي؟ ليه انت بتتعامل مع المعامله دي؟ عامله بحب. فيقول له هم مؤمنين ومحبون. مين هم؟ السياديين الساده، هم مؤمنون ومحبون. علم وعز بهذا، تملي في الكنيسه، اتكلم في الامور دي في العظات، علشان الكبير ينزل للصغير والصغير يحب الكبير. دي تعلمنا ايه كخدام وعظ؟ تملي عز الاب الكاهن او اسقف او الخادم او انت مع اولادك، تديهم من الكتاب المقدس امثله للحياتيه. ما ينفعش ان انا افضل اوعظ في تعليم لاهوتيه وتعليم طقسيه ومربوطهاش بحياتنا العمليه او حياتنا الروحيه، ما ينفعش. الوعظ ده يبقى انت فاقد شيء، فاقد ان انا كانك بسمعك وانا موعوظ، انا عايز اسمع. طب ده هيفيدني في حياتي؟ لازم واحد يدي كده ايه حاجات من الحياه، حاجات من الحياه. لكن دي ساعات برضو الناس بتتعب منها، يقول لك ابونا يقصدنا. يا حبيبي انا ما اقصدش حد ولا اعرف حد، ولا اعرف حد، صدقني ما اعرف حد بامانه. لو انا اعرف المشكله دي عندك انا ما كنتش قلتها. الموضوع ده انا حقيقي غريب جدا، فمره في مشكله وديتهم مثل، ومثل جبته كده من عندي، كنت جبته عليا انا، لقيت ان في المثل اللي انا قلته ده في حد من القاعدين حصل معاه لسه اول امبارح او امبارح، قال لي يا ابونا انت عرفت حاجه عني وما جيتش؟ قلت له يا ابني صدقني ما اعرف حد. قال لك يا ابني؟ عدى على الموضوع ده كام شهر، كتير شهور كتير، لحد النهارده يا ابن الناس اللي هم سابونا سمع حاجه عني وفضحني في البتاع. يا حبيبي امام المسيح ما حصل، يعلم المسيح ما فيش فايده. ساعات واحد بيجيب امثله من عنده والناس تفتكر ان عليها هي، دي حاجه كويسه وحاجه وحشه. ايه حاجه كويسه في ايه؟ يا سيدي اعرف انها عليك ماشي، توب او اتغير. لكن انا لو اعرف انها عليك انت ما كنتش قلتها، مش هحرجك ولا احرج نفسي يعني، ما انت كلها يعني. فساعات يعني ما تقول ما تكذبش، طب انت بتكذب؟ ابونا عارف ان انا بكذب. يا عم انا ما اعرفش، انا بقول ما تكذبش. ايه اللي بيكذب؟ ما يكذبش، واللي ما كذبش هيحصل نفسه ما يكذبش. لكن بنقول كلام، اهو كلام. فانا بقول له علم وعز بهذا، بهذا يعني هيقول يا سيد، يا اسياد عاملوا مع عبيدكم كويس. واحد سيد قاعد يقول له انت مستاذ بيقول عليا كده ازاي وانا كويس؟ هو في حد اشتكى لك؟ يا عم حد اشتكى لي، انا بحصنك. او كون انا اقول لك ايه ما تزنيش وانت بتزني، كون ما تكذبش وانت بتكذب، انا بحصنك. ليه 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 الاخطيط بقى؟ بص اقول لكم حاجه بقى بصراحه، ليه ال بنسميها الحساسيه دي في الروحيات؟ اقول لكم ليه؟ عشان ده تكبر. تكبر ليه؟ تكبر، ما حدش يعلمني، ما حدش يقول لي، ولا الكاهن ولا الكاهن. تكبر، اخطيت.
وانا يجي الاسقف يكلمني وش يحمر وازاي يقول لي كده. الله، طب ايه المشكله؟ مش اسقفك ده، مش اسقفك ده، ولا مين ده اسقفك ده، ولا مين ده، يعني ايه ده، يعني ايه المشكله؟ الكنيسه فيها التلمذه، الكنيسه فيها التلمذه، محدش ينكر ده. فاول ما تحس انك انت حساس بزياده، ها، اعرف ان في هنا حاله روحيه غلط. اول ما تحس انك في حساسيه بزياده، انا مش هاجي كيسه تاني، مش هاجي كيسه تاني ليه؟ بس يا عم ابونا، يا عم معلش، يعني تعال قول يا عم زعلان صالحك، لكن تجيب كيسه، يعني علم وعز بهذا، تكلم ما تخافش، تكلم تكلم ما تخافش. بعد كده يقول له علم وعز بهذا، ان كان يا احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كنيسة المسيح الصحيحه والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا. شوف الكلام، شوف الكلام، بل هو متعلم محاسات ومحاكات الكلام الذي فيها يحصل الحسد والخصام والافتراء والمرضية. يا سلام عليك بولس الرسول، ده بصراحة جبار. أنا أتخيل إنه بيتكلم على كنيستنا، وأتخيل إن كل واعظ بيوعظ ده بيتكلم على كنيستنا، وكأن بولس الرسول شايف ده من أيام الكنيسة الأولى. شوف يقول له إيه، إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا المسيح الصحيح وتعليم الذي هو حسب التقوى. إحنا بنتكلم في تقوى يا ابني، إحنا بنتكلم في فضيلة يا حبيب قلبي. ها، تفضل بقى تقولي لأ وأنت تقصدنا وما تقصدش وأنا حساس وأبونا مش عارف إيه، فقد تصلف ولا يفهم شيء، في شيء في الروحيات ده اركنه على جنب، اركنه على جنب، بل هو متعلم ومحاسات ومحاكات الكلام اللي فيها يحصل الحسد. قال بقى إيه، يتكلم وابونا قال وده قال وليه ويقصد ايه وما قصدش ايه، والخصام الافتراء والظنون الرديئه. شوف حط تحت بقى 200 خط تحت الظنون الرديئه، ابونا قال كده ليه، يقصد مين ما يقصدش مين، كلام هيودينا في يعني في الحضيض ولا يطلع. وبعدين لو ابونا زي كده ضعيف يقول لك يا عم مش هنتكلم تاني يا عم، طب ما هو مين الخسران، الشعب الخسران، وبعدين احنا اللي هنتحاسب. بلاش الحساسيه في الامور الروحيه، حلوه دي، بلاش الحساسيه في الامور الروحيه، امور روحيه. انت حبيبي عايز ايه؟ انا عايز اعلى، زي اي ولد في المدرسه يجي مدرس يقول له 1+1=2 يقول له 3 يقول له برافو يا حبيبي هي 3 صح، وانت تتعلم ايه؟ هتعلمه ايه؟ تعلمه غلط. السبب بيزعل، عارفين النكته اللي انا سيدنا على سيدنا البطل اللي احنا نفسه بشر ده على الولد الغبي، شفتوها سمعتوها ولا سمعتوهاش؟ سمعتوها؟ كان يقول لك ولد، في ولد غبي، فكل الـ كل الـ كل الشهاده بتاعته كلها كحك، كله ساقط ساقط ساقط. فابوه راح المدرسه قال لهم انا ابني مش غبي، انتوا اللي انت ازاي بتحط له كله ساقط ساقط ساقط، قالوا ابنك غبي، قالوا ابني مش غبي، قالوا ابنك غبي، طب بص اهو. فالمدير قال له بص يا حبيبي، روح تالت اول اسال عليا، شوفني هناك ولا مش هناك. فراح الواد دخل تالت اول قال لهم استاذ فلان مش موجود، قالوا لا مش موجود. فرجع له قال له ما لقيتش، ما لقيتكش هناك. فالاب قال له يا غبي، ما لقيتوش في تالت اول، اسال في تالت تاني، اسال في تالت. ده واحد، ده واحد، ده واحد مريح دماغه، يعني هو ابنك، ابنك انت عارفه، لكن انت مش متخيل ان حد يقول عليه كده. احنا كلنا عندنا نفس المشكلة على فكرة، تقول لي واحد ابنك يا ابني شاي شوي، ها ابني مش شاي وانا ما عملش كده وابني ما عملش كده. ده نعرف واحد في مرة يعني ولد شاي جدا جدا جدا، مش عيب يبقى شاي بس لازم تعترف انه شاي، واحد راح الحضانة وفي الحضانة قالوا له ابنك شاي، اتخانق معاهم وانا ابني مش شاي وانا ابني ما يدلش حد. طب وبعدين خرجوا من الحضانة، طب ما انت اللي خسران يا ابني، انت مش قادر تتحمل الكلام وتسمع ابنك وتشوف. وانا ما اروح البيت، فجاره بيقول له يا حبيبي ابنك شقي، ما شقي ازاي شقي، قال له طب بتساله، بتساله انت عملت ايه، قال له انت عملت ايه، قال له انا ضربت الولد في المدرسه، ضربت الولد في الحضانه، ولا له بنت في الحضانه، طب ما انت ضربها، طب بتسال الاول، مش كده احنا ما بنسالش. انا في مره حصل حد برضو كان عمل حاجه روحيه غلط، قلت له انت غلطان، انا مش غلطان، وانت اللي غلطان، قلت له انت غلطان. طب بقول لك حاجة، أنت زعلان ليه؟ أنت زعلان ليه؟ ما تسأل. في الأبروشية في 50 كاهن، دلوقتي بين 54 كاهن، غمض عينك كده
وحط ايدك كده على اي كاهن وروح اقعد معاه. يا سيدي اقول لك انت مش غلطان، حقك عليا. لو اقول لك انت غلطان، انت مش خسران حاجه. كم ده كان بالليل؟ تاني يوم الصبح، ما لحقش طبعا يعمل حاجه يعني، ولا راح ولا جه. تاني يوم الصبح الساعه 7 الصبح سايب لي مسج، انا مش غلطان وانا مش هسال وانت اللي غلطان. طب يا عم خلاص يعني، انت قعدت عمال تهري في نفسك، صعب علينا ما نامش طول الليل، ازاي بنقول غلطان وازاي يقول انا مش غلطان؟ غلط. انت حر. دي كلها حاجات روحيا مش هتفيد، روحيا مش هتفيد. انت خسران ايه؟ ما تسال. يمكن ابونا ما استقصدك، وما استقصدك في روحيات في ايه؟ يعني ابونا استقصدك في الخدمه في الاداريات ماشي، لكن كمان في روحياتك. لكن انت خلي بالك انت في حاجه عندك غلط في الاعتراف. طب انا ما غلطتش، طب انت جاي تعترف ليه؟ تخيل انت لما واحد يروح للدكتور يقول له تضغط عليه، لا انت ما بتفهمش انا مش ضغطي عليه، يقول ده مجنون. طب انت جاي لي ليه؟ انت جاي تقول انت كويس؟ يعني ازاي واحد يروح يعترف لابونا بيقول له ايه رايك في الموضوع؟ يقول له انت غلطان. لا انا مش غلطان. طب انت جاي لي ليه؟ يا عم انت جاي لي ليه؟ انت جاي لي ليه؟ على نفس الفكره. واحد يقول له انت غلطان، يقول لك لا الخصام والافتراء اظن رديء، بيظن في رديء، اظن في رديء ليه؟ ومنازعات اناس فاسدي الذهن وعديم الحق. ها؟ عديم الحق يعني ايه؟ مش النبي قال عليهم، قال عليهم ايه؟ يقولوا على الخير شر والشر خير، يقولوا على النور ظلام وظلام نور، يقولوا على الحلو مر والمر حلو، زي الكتب الفريسيين. تجد انت على الكتب الفريسيين مع المسيح على كل مجد. انت بتعمل ايه؟ بتشفي المرضى؟ لا، يوم سبت. انت بتعمل ايه؟ بتطلع شيطان؟ لا، انت رئيس شياطين وبتضحك علينا. ايه ده؟ شايفين الحلو وشر والشر حلو؟ ها؟ عديم الحق يظنون ان ايه؟ ومزاد الناس نفسيه الذهن وعديم الحق يظنون ان التقوى تجاره تجنب السؤالين. يظنون ان التقوى، بص خلي بالك كلام جميل جدا، يظنون ان التقوى ايه؟ تجاره. بذاكر في خدمتي، بذاكر في، بص في ناس كده كنت قريت مره الاسبوع ده، قريت حاجه كده جمله او مش فاكر كانت ايه، يقول لك ان الكنيسه للاسف الشديد بعض الناس ربنا يرحمنا يعني ويبعدهم عنا، الكنيسة ما فيهاش حاجة زي كده، بس يعني ممكن يبقى في ناس شياطين بعيد عننا وجوه الكنيسة، جوه الكنيسة وخدام جوه الكنيسة، يخشوا مع الناس وده قصده ايه وده بيعمل ايه وده ليه كده، انت بتبتدي يوروا لك الدنيا البيضة سودة. طب انت بتيجي واقف كنيسة، دي كنيسة ربنا بيعملوا ايه، والناس تبقى ماشيه كويس، بس هو عمال يلعب في دماغك وانت مع نفسك، وانت مش بتسمع الا واحد بس، وشغال عمال تسمع واحد بس. ده في ناس بتوع السنين كده يقعد 3-4 سنين في الكنيسه وهو قاعد يا عيني، لكن انا باجي بس عشان اتناول واجري، باجي اتناول وانا عارف ان كل الناس دي مرائين. مين اللي قال لك كده يا ابني؟ لما بتقعد معاه بقى بعد شويه بقى يطلع بقى اللي جواه، يقول لك فلان قال لي. طب فلان قال لك ده يا ابني؟ انت مش تشوف بعينك؟ مش تسال؟ مش تسأل ليه أنت بتشوف الناس كده؟ عشان يظنون عديم الحق. في ناس ضحكت عليهم وغلابة، يظنون التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء. تجنبهم يعني إيه؟ ها؟ خلي بالك ده أسقف، يعني يعمل إيه؟ يوقفهم عند حدهم، هو المسؤول. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. بدأ يتكلم بقى على إيه؟ بدأ يتكلم على ايه بقى؟ بدأ يتكلم في موضوع مهم جدا اي كلنا حافظينها. بدأ يتكلم للأغنياء، اتكلم في الاول على السادة، اتكلم بعد كده على التعليم، اتكلم بعد كده على توجيهات للأغنياء. اما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. شوف يا حبيبي، اللي يجري ورا الفلوس الفلوس تجري منه، واللي يهرب من الفلوس الفلوس تجري وراه، اللي يهرب من الكرامة الكرامة تهرب منه، اللي يبعد عن الكرامة الكرامة تجري وراه. انت طول ما انت قاعد عمال بتفكر في الفلوس انت مش هتوصل لحاجة. ايه هي التقوى؟ التقوى مع القناعة. تملي خليك انسان تقي روحيا، خليك قنوع، اشكر، شوف ربنا هيعمل معك ايه، شوف ربنا هيعمل معك ايه. الآية دي لوحدها عايزة عظام، لان انا لما ادخل العالم بشيء انت ما دخلتش بحاجة، عايز ايه؟ واضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء، فان كانت لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. يا سلام يا سلام يا سلام، انت عايز ايه؟ عايز تاكل وتشرب وبيت
طب ما فين ما عندوش ده؟ كل حد ده. طب انت عايز ايه؟ اشكر ربنا، ربنا هيزودك، ربنا هيزودك. ها انت مش هتخرج من العالم بحاجه، وده يبونا للعيال، والعيال مش هيخرجوا بعدك بحاجه. طب لعيالهم هي نفس الحكايه. يا عم ما تخافش، هيعرفوا ياكلوا، يعرفوا يعيشوا. انا بصراحه يعني بنبسط لما الواحد يكلم حد وعنده مشاكل او على قده، او لما تيجي تقول الحمد لله يا ابونا كويس، كويس كويس، احنا حلوين، او احنا احسن من غير، بناكل وبنشرب وزي الفل، ربنا ما يدينا حاجات كتير، ويبقى من قلبه فعلا، فعلا يبقى من قلبه، فعلا يبقى من قلبه. ليه؟ لانه قنوع وتقي. دي تجاره. تجاره عظيمه يعني ايه؟ يعني بتربح بيها ايه؟ اولا السماء، ثانيا الارض، ناس بتحبك، مبتسم على طول، متفائل على طول، جميل على طول، مفيش حاجة بتفكر فيها. ففعلا دي تجارة عظيمة. يعني يا ريت نبقى في الصيام احنا عندنا الحتة دي. الجزء اللي جاي ده كله على الأغنية، يا ريت يا ريت يا ريت الناس تفهمه. لا ما تخلناش العالم بشيء، واضح ان نقدر ان نخرج منه بشيء، واضح ده مش واضح، ده اكيد. شوف كلامه سهل جدا، مش ممكن انا اخرج منه بايه؟ فان كان عقود وكسف فنكتفي بهما. واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، انا عايز ابقى غني، انا مش عارف واحد بيغل، فيسقطون في تجربه وفخ وشهوات كثيره غبيه ومضره. ايها الغبي الغني، شوف ربنا ما يقولش ابدا عن حد غبي، لكن الغني غبي، اللي يكنز، اللي عمل مخازن وعمال وطول اليوم قاعد عمال يفكر وعمال يبني. طب اهو في هذه الساعه تؤخذ نفسك منه، قلت ايه؟ وقال لي بعد سنة هبقى عندي كذا. تعرف تبقى عندك ايه؟ بيقعد قدام كل واحد عنده تجارب كتيرة، قرايبه واصحابه، ويقول لك كان النهاردة زي الفل، وهعمل 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 فيوتشر ده، ها ها، ويل 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 ويل، وفي الاخر ونولول عليه، مش كده؟ وما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة. خسارة. تغرق الناس في العطب والهلاك. العطب يعني حاجة ملهاش لازمة، حاجة ملهاش لازمة، عطب، ريحة وحشة، واللي يخش فيها ما يعرفش يخرج. واحد بيغرق، دخل في الفكر ده، عشان تخرجه منه صعبة جدا تخرجه منه. حبة الفلوس دي صعبة جدا. محبة المال أصل لكل إيه؟ الشرور. محبة المال، خلي بالك، المال نفسه مش، قلناها كتير في عظات هنا يوم حد، المال نفسه مش شر، المال نفسه دي بركة. أخواتنا يقول لك أما بنعمة ربك فإيه؟ فحدث. جاي كويس وماله، المال نفسه مش وحش، لكن إيه الوحش؟ محبة المال، محبة المال. حط تحت محبة دي 200 قواعد لأبونا. يعني هو عيب إن أنا أشتغل؟ لا. عيب إن أنا أجيب فلوس؟ لا يا ابني، ربنا بيبعت لك خير. لكن عيب انك انت ايه؟ تحب الفلوس، وتبتدي تحقد على غيرك، وتبتدي تقاوح، وتخسر الناس عشان شغل، وتخسر الناس عشان عمل، وما تبعتش العشور بتاعتك لاني مش قادر، ومش مش عارف. ده محبة المال. اعرف ازاي انا بحب المال؟ موضوع مش محتاج يعني. المال بالنسبة لك رقم واحد؟ لا يا حبيبي، المال بالنسبة لك رقم 5 10. عمال ايه رقم واحد؟ الله. ورقم 2 بيتي، ولادي، اديهم واصرف عليهم وابسطهم، بس مش غير دلع، بحكمة. رقم 3 احب الناس، او يمكن قبل كمان ولادي، احب الناس، احب الناس واحب غيري، ودي الفقير، ودي الكنيسة. يبقى انا كده مش ممكن اكون بحب المال. المال وسيلة يا اخواتي. محبة المال اصل كل ايه؟ الشرور. الذي إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان. الله، يا مولاد بيكو الكنيسة، يا مولاد المسيحيين زينا، لا، ضلوا الإيمان. ليه ضلوا الإيمان؟ كده ما عندكش إيمان بربنا. فقير أو غني، واحد يقول لك يا ابونا أنا السنة لسه ما كونتش نفسي، السنة لسه ما إيه؟ ما إيه؟ ما 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 ما, ما حصنتش حياتي، مش كده؟ يقول له إيه؟ في كلمة كده ضاعت مني. ما أمنتش حياتي، ما أمنتش حياتي. يعني هو المال هو اللي بيأمن؟ لا، مش المال بيأمن، امال ايه اللي بيأمن؟ محبتك لربنا.
إيمانك بربنا اللي بيأمن حياتك. لكن إذا لسه ما أمنتش، مش صدقوني، صدقوني أنا بابا وعظ، صدقوني يا بابا وعظ، الفلوس لم تسعد، لم تسعد شخص. الإيمان بربنا هو اللي بيسعد. واللي عنده إيمان بربنا بربنا له كتير. نفسي الناس تفهم ده، ونفسي الناس توصل لده. جرب جرب. إذا ابتغى قوما ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يقول لك هبونا التجارب نزل علي ترف، يقول لك لا وأنا غير مقتنع بالمرة بأن الله يرسل تجارب. مش أنا يعني كم قصر كده للشر. أنت بص عشان تبقى عارفين، إحنا ما وصلناش لحالة القداسة اللي بيها ربنا يبعث لنا تجارب. لا، التجارب اللي أنت بتجيلك من تلقاء نفسك ومن فكرك الخاطئ. أنا أتحداكم 95% من مشاكلنا إحنا اللي بنحط نفسها جواها. اوعى تقول لي ربنا انا ساعات واحد بس ما بيحبش يتكلم كتير في حاجات دي، ما بروح افتقاد، انا بسكت كده مش مقتنع، باستثناء تجارب المرض او تجارب الموت. تيجي تقول لي اس الشغل راح، اس الشغل جه، اس البيزنس ممشيش، اس انا اخدت حد ما نفعش مع تجربه، اقول لك اسف. امبارح كنت بفكر في مشاكل زوجيه، لقيت ان كل المشاكل الزوجيه اللي قابلتني اذا كانت في الكنيسه او بره الكنيسه، مشاكل عندنا برا الكنيسة، ناس بتجننا يعني، مش من ربنا. اختيار خطأ وواضح انه خطأ. 100 حالة يمكن حالة واحدة يقول لك السنة اولادي خايف عليهم، انت اللي بيختار غلط. انا بتكلم في حاجات يعني ايه عملية. تقول لي الشغل ايه، انت اللي عملت غلط. ليس من ربنا، لا مش من ربنا. ليه؟ لانك حبيت الفلوس. واحد يقول لك ايه ابونا اضحك عليا، اضحك عليك ليه؟ كلنا شايفين الانسان ده حرام وهو يضحك عليك، لكن هو طمع. اديني الفلوس وهديك انترست 10%. طبعا خد شوف الجيه، مش ممكن يبقى وحش، انا عارف. طب وبعدين لما يبقى وحش هيحصل ايه؟ ربنا ويعيني واعمل ايه؟ تعمل ايه وتعيط وتجربه؟ مش تجربه ده طمع. بص يا جماعه، لازم الناس تتعامل مع ربنا ومع نفسها بصراحه. يقول لك ايه؟ طعنوا انفسهم باوجاع ايه كثير. هم اللي طعنوا نفسهم، لا ربنا ولا الناس وحشه ولا البلد دي وحشه. لا يا حبيبي، انت اللي طعنت نفسك باوجاع كثير. يجي واحد يقول لك انا سبت مصر، على راسي يا حبيبي، ورحت امريكا، على راسي يا حبيبي، ورحت هناك وماله، واشتغلت والفلوس والبلات وقعدش في البيت، بعد 7-8 سنين 10 سنين الحق ابونا العيال ضاعوا. على راسي يا حبيبي، انت اللي طعنت نفسك باوجاع كثيره. يجي واحد اروح اقعد معاه، اقول لكم بس خبرات يعني، البلد والعيشه والدنيا والكنيسه ما عملتليش والناس ما عملتليش، ما فيش اشغال وانا زهقت. يا عم ما ترجع، وحد لك اقعد سوري اخطيت، انا اسف يعني، كل قول ده ومحد يعني ما زعلوش مني. طبعا. لما انت تعبان وخايف خطوره البلد والعيال لا ما ارجعش على رقبتي، خلاص يبقى انت اللي فت ايه تتنا. عايز تقعد اقعد، اكرم ربنا، عيش بايمانك، عيش جوه الكنيسه، عيش في حضن المسيح، عيش بالتقوى والقناعه. كلام حلو. طعنوا انفسهم باوجاع كثيره. اللي عايز يبقى غني ده بقى معلش ربنا ايه يقويه على فكر نفسه. وصلنا لآية كام؟ حد متابع معايا؟ واما انت حاضر بس من غير النظاره بقى مش مشكله. واما انت يا انسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبه والصبر والوداع. اما انت يا انسان الله، انت انسان الله ولا انسان الجسد؟ انت ايه؟ اسأل نفسك السؤال ده النهاردة. انت انسان ايه؟ الله ولا انسان جسد؟ انسان الله بالشكل، انسان الله بس قلبي مع الجسد، قلبي مع الفلوس، فاهرب من هذا. لو ما هربتش من هذا انت مش انسان الله. واتبع البر، اتبع البر يعني البرارة، مسيح ربنا، والتقوى، التقوى حطك قدامها روحانية، الايمان، ايمان بربنا،
جيب لي، ربنا هيعمل لي، اعمل اللي عليا وربنا هيكمل. اعيشها بلقمه بدقه بس في ربنا، اعيشها بلقمه بدقه بس جوه الكنيسه، اعيشها بلقمه بدقه يا دوب اكل الكفاف بس عيالي يطلعوا مؤدبين. عارفين نفس الفكره دي انا هديها لكم، وعد لك بص انا ممكن اصرف على ابني كل اللي معايا بس اديله شهاده في ايده، تقول كده بص يا ابونا لازم اعلمه احسن تعليم. طب اشمعنى؟ لان التعليم دي هي ايه؟ هي التجاره المربحه، الفضيله والتقوى هي التجاره المربحه. انا اقول له يا رب بص انا مش عايز حاجه منك بس عايز حاجه واحده بس، ولا تطلع في التقوى حلو ومحبه ربنا بس، مش عايز اكتر من كده. لو انت عندك المفهوم ده مش كل حاجه بصرف فلوس، وتطلع في اولادك كده. واما انت انسان الله فاهرب من هذا وتبع البر وتقوى الايمان والمحبه والصبر والوداع. شوف بقى يقول لك ايه، شوفوا الكلام على فكره من روح القدس، بر تقوى ايمان، هتلاقي ايه؟ محبه صبر وداع. محبه هتحب ربنا، هتحب الناس، هتبدي غيرك. صبر اصبر، انا جاي من 10 سنين يا ابونا وما حتى البيت ما اخدتوش، يا ابني اصبر يا عم اصبر هتيجي لك. والوداع تبقى انسان وديع، مش كل حاجة عملت تقول ما عنديش ما عنديش ما عرفش. جاهد الجهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبن التي إليها دعيت أيضا واعترف الأطراف الحسن من فوت كثيرين. بيكلموا قوسكو في جهاد الجهاد الإيمان الحسن، وإحنا برضو لأولادك وامسك بالحياة الأبدية التي فيها دعيت أيضا. أنت دعيت اتكتب اسمك في سفر الحياة، امسك في دي. أنت أول ما تحطيت في جرن المعودية امسك في دي، واعترف الأطراف الحسن من فوت كثيرين. قول الصح. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل، أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل. هنا يعني إيه؟ بدأ بقى يختم بقى. والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس بنتس الاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بين دناس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. أيها واضحة، مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة تفسير. الذي وحده له عدم الموت، أنت مع الله عمره ما يموت، أنت ممكن تموت، أنت ممكن تخلص، لكن أنت مع الله ما يموتش، فتمسك بالله الذي لا يموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الله في النور واللي مع النور، الذي لم يرَ أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. إيه؟ أمين. هو اللي له القدرة دي. أوصي الأغنياء في الظهر، مش أنا ماشي صح كده؟ ولا في آية سكبتها؟ أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية. الغني، الغنى مش يقين، اليقين هو الله، برغم ان الله مش شايفينه والفلوس مش شايفينها، لكن الفلوس ما تعرفش تمسكها. اوصي الاغنياء في الظهر الحاضر ان لا يستكبروا، اوعى معروف، ارجوك اللي معاه قرشين ما يستكبرش على اللي معهوش، هتخلص منك الفلوس مش هتلاقيها، ولادك هيطلعوا يتعبوك. اللي بيستكبر عادي بيستكبروا عليه، ما شوفناش حد استكبر على الناس وولاده ما طلعوش كده. اللي فيك ابو في ولادك عامل الناس الحمد لله كل اللي قاعدين معانا على قديهم وانا اقولكم فكويس نشكر المسيح، فانتوا مش مستكبرين يعني، فمش هنطول فيها. لكن دي ممكن ناخدها مش بالفلوس بس، بنتكلم على الفلوس لكن مش هاخدها بالفلوس بس، بياخدها كمان في الخدمه. انا خادم استكبر على اللي معايا؟ لا يا ابني، واحده ماسكه المطبخ ابونا يقول لها عايز شاي الساعه 5 جيبله الساعه 7 استكبرت عليه؟ لا ما ينفعش. لو عايزنا نعمل من غير نعناع يعني من غير نفس، لا ما تستكبريش على حد عشان ربنا اداك ويفتح مطبخ. يعني الخدمه يعني ايه الخدمه؟ تملي باستمرار. فدي ممكن برضه اي استكبار كان يخش كنيسه مستكبر هياخدوا منه، واحد يعرف معلومه هيستكبر هياخدوا منه. ما تستكبرش على حد، اتكلم مع الناس كلها في تواضع، ولك رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي، هو الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. شوفوا الكلام، ربنا اللي عنده يا أخواتي، صدقني ربنا اللي عنده وأن يصنعوا صح. يجي يقول يا أبونا طب ما في ناس بقى أنا عارفهم ما عملوش اللي قال عليه بولس الرسول وبقى أغنياء، شفت حياتهم في النهاية بقت إيه؟ صدقوني شفت حياتهم في النهاية بقت إيه؟ شفت رب ولادهم إزاي؟ شفت رب ولادهم إزاي؟ اصبر كده شوية. طبعا مش حب فيهم يعني، او يعني شفت بقى انت غني شفت؟ لا طبعا الواحد بيحزن، لكن شفت الغنى للتمتع. ولازم تصنع صلاح مع اولادك، لازم تصنع محبه مع الفقراء، وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه. يعني هنا برضه الحته دي مهمه جدا، ايه؟ ان الغنى مش عيب يا اخواتي. الكنيسه لا ترفض الاغنياء لكن تتعامل معاهم زي الفقراء.
لكن كمان الأغنياء ممكن يعملوا أعمال صالحة، وبنشوف أغنياء اتكلموا في السنكسار، فمش عيب. لا لا، واحد يقول لك بص ده غني، ده لا يا ابني الغني، واحد يقول لك ده غني أبونا بيخدمه، ما يعني عايز الغني ما يخدموش، ما أنا لازم أخدمه، أخدم الغني وأخدم الفقير، وعشان غني ما يخدموش، لا بلاش الحساسية كمان دي، نخدم كل الناس، لكن كمان الغني ما يتكبرش. فهنا برضه بيدينا فكرة في إيه؟ إن الأغنياء يا حبيبي ناس كويسة مش وحشين، بس يكونوا إيه؟ أسخياء في إيه؟ في العطاء، كرماء في إيه؟ في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. هنا يقول مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا، إيه الأساس الحسن ده؟ إن يدوا، دي الحياة الأبدية. يا سلام على الناس اللي زي كده، تستمتع بالأرض، معلش بالفلوس، أيوة دي وسيلة، وكمان تستمتع بإيه؟ بالسماء. وصية ختامية بقى، آخر حاجة يقول له يا تيموساوس، شوف قبل كده يقول له يا ابني يا حبيبي يا مش عارف، في الآخر بقى يعني عايز بقى اسمع 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 يا تيموساوس، كلمه على طول من غير يا أخ ولا يا تيموساوس، احفظ الوديعة. هنا آخر حاجة بيقول له عليها، احفظ الوديعة. الوديعة اللي هم إيه؟ الرعية. وديعة يعني إيه وديعة؟ زي أنت بتحط في البنك سي دي، وديعة بتحط 100,000، البنك ده سنتين ثلاثة يدلك 120، يبقى الوديعة هنا بت إيه؟ بتزيد، بتزيد في بتزيد في البركة، بتزيد في العدد. أنا جيت الكنيسة أنا معايا 50 عيلة، ضيعت كم واحد ولا جبت كم واحد؟ وأنا اللي جبتهم أنا جم أهو باي لك يعني، والناس اللي موجودين عملنا فيهم إيه؟ دي وديعة، يعني لازم نزودها، إذا ما زودناهاش يبقى إحنا إيه؟ هنتحاسب كإيه؟ كآباء كهنة أو كأساقفة. يا تيموساوس احفظ الوديعة، معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي الظاهر به قوم من زاغوا عن الإيمان النعمة معك أمين. يعني أنا يقول يا أبونا طب هو تيموساوس كان محتاج ده؟ آه، تيموساوس كان أسقف وكان إنسان حلو جدا، وكان يعني قال له ده أنت حفظت الإيمان وعيلته كويسة من جدتك لؤيس وأمك فينيك، يعني عيلة كلها كويسة، طب محتاج؟ كلنا محتاجين يا ابني، الكاهن محتاج روحيات، والأسقف محتاج روحيات، والبطرك محتاج روحيات، الأسقف محتاج روحيات، يبقى أنت كخادم مش محتاج روحيات؟ أتعب جدا لما أروح لخادم أقول له يا حبيبي أعمل معروف، امشي مع ربنا، وأنا أنت جاي تقول لنا يا أخي روح شوف الناس اللي بره، وماله ما انت برضو يعني محتاج وانت مش محتاج، فانت برضو شوف يعني احفظ الوديعة. يعني ناس ساعات تزعل لما نعمل اجتماع خدام، انا مش بتكلم على الكنيسه ما بجيب اي حاجه على فكره، يعني اجتماع خدام يا جماعه ايه روحتكم شكلها ايه؟ يتقمصوا. وانا بتكلم في حاجه عيب يعني؟ بتكلم في شر يعني؟ لو انت سامع حاجه يا ابني مش سامع حاجه، هو سامع هنا حاجه يعني؟ سؤال تيموساوس بقى، ممكن بقى لو احنا واحد تيموساوس زينا عنده الحساسيه ايه ده؟ أبو بولس الرسول سمع ايه بقى ان شاء الله؟ يجي الاسقف بتاع ابونا عم خيل عامل ايه؟ افتقد. ايه ده؟ هو حضر شكله؟ يا عم بقول لك افتقد افتقد يعني افتقد. افتقد 50 عيلة في السنة، افتقد خليهم 70. ليه الحساسة دي؟ يا قال له يا استاذ احفظ يعني ايه؟ ايه ده؟ وانا عملت ايه بقى؟ هو انا ما احفظش وديعة؟ هو انا عملت حاجة للشعب؟ هو انا ضايقتهم؟ هو انا ما زودتش؟ لكن اخدها بطريقة عادية، بيسأل عليه، عايز يقوي، عايز يودي له وصية. دي الحدي انا حساس فيها ليه؟ الناس كتير يا ابونا انت بتكلمني انا ليه؟ انت قلت في الوعظه ليه كده وانا قاعد؟ يا ابني انت تعلمنا ليه ما نقولش ايه؟ على راي سيدنا البطرك البطرك الروسي اللي كنت تعلمونا الايمان لما الناس كتبت على الفيسبوك تقول له مايرون مش مايرون عمل مايرون الكرازه الاسبوع الاسبوعين دول كاتب بيقول يعني انت يعني مين ده اللي يعني اخطيتها؟ تعلموا البطرك والاساقفه المجمع المقدس الايمان اللي بسمي الناس بقول حاجات يعني ايه بنقراها عشان ما تفهمش غلط. يعني مين انت اخطيت يعني؟ مين انت عشان تقول للبطرك المرون غلط؟ وريني نفسك. وبعدين يقول لك ايه؟ ده عليات بقى الناس يقول لك ايه؟ طب والمشكله؟ ما الناس بتتكلم. يعني ايه ناس بتتكلم؟ يعني ايه ناس بتتكلم؟ مش انا كاهن صحيح؟ انا مش انا كاهن. انت بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع بتتكلم مع سكرتير مجمع مقدس؟ بتتكلم على 100 اسقف ومطران؟ مين انت؟ وما كانش كاتب اسمه، مش عارف الصخره الارثوذكسيه، انت الصخره الارثوذكسيه اخويا، انت تعلمنا الارثوذكسيه كلها طبعا ايه مكايد، ومن تحت لتحت هيجوا الشعب، هيجوا الشعب، كلام فاضي كلام فاضي كلام فاضي. حتى من قبل ما بطرك يتكلم الاسقف يتكلم راح يتفهم الموضوع، يعني الموضوع مش محتاج،
المريون بدل ما ياخد اسبوع يقعد يومين. طب ما كويس، اسقفنا احنا، احنا اسقفنا احنا. كان بيروح فتره المريون ده 12 يوم في مصر، ما لازم سقفه تحضر، هيروح 12 يوم يضيع خدمته والابروشيه بتاعته. لا، السنه دي هيروح ايه 3 4 ايام ويرجع لاسقفيته وبروشيته. ايه الاحسن؟ المريون مش هيطلع يعني؟ ما يطلع المريون، ولكن الكنيسه، والكنيسه ضاعت. ضاعت فين؟ ضاعت فين؟ اهو بص، يعني كلام كلام كلام. والناس البسيطه يقول لك اه صحيح، والميرون وبقاش ميرون. مش ميرون ازاي؟ حاجه غريبه. ناس بت ايه بتلعب على ناس، والشيطان شغال. ها، ومخالفات العلم الكاذب الاسم، شكله حلو لكن هو كاذب. الذي اذا ظاهر به قوم زاغوا عن الايمان. شوف، ظهر بكم نفس اللي انا بقول لكم عليها، ربنا بعتها كده، ما انا كنتش محضرها كده خالص، بس جت كده. الذي اذا ظهر به قوم زاغوا عن الايمان، ناس تخش لك كما لو كانت هي اللي ايه اللي هتحافظ على الكنيسه وتحافظ على الايمان، وهي وتبعت وتتكلم وتعمل. الواحد بتجي له حاجات، يمكن كمان ككاهن انا بتجي لي حاجات، والبطرك عمل والاسقفه عملت، تتخض وبعدين تسال، ولا حاجه حصلت، ولا حاجه حصلت. يعني ربنا يستر على كنيستنا من القوم الذين زاغوا عن الايمان. النعمه، النعمه معك امين. طبعا اخر حاجه بيقول له النعمه، وتملي احنا تملي في كل مواضيعنا، بنخدم بالنعمه، نعمه الله الاب في القداس في العشيه في كل اجتماعاتنا نخدم بالنعمه. كده احنا خلصنا تيموثاوس الاولى، ان شاء الله المره الجايه هنخش في تيموثاوس الثانيه. اي سؤال؟